شكرا للسيد رئيس جامعه الحسن الثاني والذي تحدث من خلال هذه الكلمه عن رهانات والسياق الذي يحكم. احنا بشراكه مع جامعه الحسن الثاني ومدينه ابتكار ونقد التكنولوجيا قمنا بهذا المعرض على اساس باش نخلقوا واحد سينيرجي اونتر ما بين مكاتب الدراسات وما بين جهات رؤساء الجهات والعمالات والجامعات على اساس باش يتكتلوا الظروف باش نصايبوا المدن الذكيه اللي حنا كنطمحوا لها تحت توجيهات صاحب الجلاله محمد السادس نصره الله اللي كيقوم بالجهويه موسعه. هذا اطار باش هذا المعرض يكون عنده صبغه جهويه، ومن خلال هذا المعرض غادي نحاولوا ننظموا ورشات اللي كتتعلق في مجال الطاقه المتجدده، في مجال البيئه المستدامه، وفي مجال سيفتي سيتي، ومن ناحيه ديال ترشيد المياه. وموازاه هذا المعرض قمنا باول مسابقه هاكاثون اللي كتتوج احسن ابتكار في مجال التصميم المدن الذكيه، وغيتوجوا اربع جوائز قيمه اللي غتعرضوها في هذا المعرض. وكذلك غادي نعطيو الفلامبول يعني مشعل الجهه اللي غادي تحتضن الدوره 24. بموازاه مع هذاك الهاكاثون زعما الدور ديالو هو دمج الابتكارات الجامعيه مع سوق الشغل مع الناس ديال المحتضنين، ونخلقوا هذاك الدمج باش يكون هذاك الابتكار قابل للتصنيع، واستفدوا منه الدوله عوض ما نستوردوه احنا نصنعوا ميد ان موروكو. اليوم كنمثل الفريق ديالي، اشتغلنا في واحد لاكاطون اللي عنده علاقه بالمدن الذكيه، كانت فرصه اننا نطوروا واحد المشروع اللي عنده علاقه بحاويه ازبال ذكيه اللي كدير ان تري اوتوماتيزي وان تري تري افونسي اون طون ريال ديال لي ديشي، وكذلك كيدير واحد لو ريسيكلاج كي كازي كومبلي. تمكنا الحمد لله من الفوز بالجائزه الاولى في هذا لاكاطون، وشرفنا المنتور ديالنا اللي عاونونا في هذه المسابقه اللي كانت المده ديالها 48 ساعه. كان الاشتغال وكان هناك واحد الجهد كبير اللي سايتي ديبلوي في هاد ليكسبيريونس. جو تيان رميرسي تو لي سبونسور كي اون سوتوني سيت ايفينمون، اي نتمنى ان شاء الله تكون بدايه للانطلاقه لهذا المشروع على الارض الواقع. شكرا. ابتكاركم صراحة كان واحد الشعور جد سعيد، وكانت الاشتغال معهم مع التيم ديالي كان جد رائع. كانت فرصة أننا نتعرفوا أكثر على بعضياتنا ونتعرفوا أكثر على الطاقات وعلى كذلك المهارات ديال كل واحد فينا، ولو فيت ديال أن كل واحد جاي من واحد المجال يعني عنده واحد الباك جراوند. أنا باك جراوند ديالي سي اندستريال، كاين معايا ناس في الفريق اللي عندهم باك جراوند انفورماتيك اي او تي الارتيفيشال انتليجنس، وكانت واحد الفرصة اللي عطات صراحة نتيجة واحد المزيج رائع اللي عطى واحد النتيجة، وتم التتويج بالجائزة الأولى اللي كانت واحد الفرحة عارمة بالنسبة لي والفريق ديالي كذلك. الهدف ديالنا هو بالاول هو اننا نخدموا بالمهارات ديالنا وبداكشي اللي تعلمنا وبالصادق بالنولج ديالنا، نخدموا البلاد ديالنا، نخدموا الصالح العام، ونحاولوا نطوروا تكنولوجيا اللي تكون ريبون بارفيتمون اولا الاهداف ديال التنميه المستدامه، وثانيا المدن الذكيه، لانه كتعرفوا دابا وقت السرعه وقت ديجيتال كما تنقولوا. فداك الشيء علاش حنا بالمهارات ديالنا بالسكيلز اللي تعلمنا بغينا نخدموا البلاد ديالنا ونزيدوا بها القدام. وكنبغي نشكر ابتكاركم جزيل الشكر، لانه لولاهم ما غاديش تعطينا هذه الفرصه اننا نخدموا لمده 48 ساعه. يعني ملي كنقول لكم 48 ساعه راه ما نعسناش، يعني بقينا خدامين معنا دي مينتور اللي كانوا كيعاونونا بزاف. يعني كنبغي نشكر ابتكاركم اللي عطاونا هذه الفرصه هذه، وكنبغي نشكرهم خاصه على التنظيم، حيت صراحه كنا كنحسوا بواحد دفء عائلي، ناس اول مره نشوفوهم، ولكن صراحه كانوا اكثر من 20 فريق، وكل فريق فيه 6 الاشخاص، فكان هناك واحد دفء عائلي كبير، وما حسيناش 48 ساعه لانه بفضل هذه المنظمه ديال ابتكاركم. ابتكاركم انضمت مع انفاتر انجينيرين اون بارتنيري افيك لا سيتي دي انوفاسيون لو هاكاثون اللي كان في 5 و 6 ماي. كانوا مشاركين بليزيور ريجون
ما بينهم الجامعة ديال الحسن الثاني، كانت جهة قنيطرة، جهة مكناس، فاس، داخلة، وجدة، بني ملال، يعني مختلف مدن المغرب. كنا نورمالمون انا فيكسي لوبجيكتيف ديال 120 بارتيسيبان، اي الحمد لله انا في دي باسي لوبجيكتيف، كنا توصلنا برب اكثر من 400 بارتيسيبان. لي كاتر دومين اللي كنا شرفنا عليهم هو ديال لاغريكولتور اي تكنولوجي دو لو، لانفيرونمون دورابل، سمارت موبيليتي اوربان اي سيكوريتي روتيير. Ou le quatrième domaine, c'est l'environnement durable. Donc, alhamdoulilah, qu'on a eu l'accueil sur la participation.